بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أرها قالت دخل علي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ظوفا فقلت له أؤمنك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء يماني فغطيني به فأتيته بالكساء يماني فأتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت الناس ساعته إذا ببلد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فكان يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كانها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأكبر الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله حتى زنوا لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت العصا وإذا بولد الحسين قد أكبر وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا كرة عيني وسمرات فؤادي فقال لي يا أم إني شم عندك راية طيبة كان حارية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وحاك تحت الكساء فضل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد أخو السلام عليك يا من اختاره الله أتى ظنون لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إن يشم عندك راية طيبة كان حالة أخي بن أمي رسول الله
قلت نعم حاو وما أولديك تحت الكساء وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء قال لهم عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد زدتك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعلم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد جئت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ عبيه رسول الله بطرف الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وكان اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم وجعل صلوات بركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك لي عليهم وآتهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكن سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مضيية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمين جبرائيل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعنى الرسالة هم فاطمة وأبو حا وقالوا حا وبنو حا فقال جبرائيل يا رب أتعذنوا لي أن أحمد عمر الأرض ليكون معهم سادسا فقال دعونا أم قد أذنت لك محبة الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرمك السلام ويحسك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء
قال لأبي من لاها قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا والصفات بالرسالة نجيا ما ذكر حبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض في جنب من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وأستغفرت لهم بالله أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وفاز وسعد في الدنيا والآخرة إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا معذرا حبرنا هذا في محفل وحافل وعلى الأرض في جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم ما هم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقدرنا حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى إله حدیث کسا پڑھن دا ثواب جملہ مومنین مومنات جڑے ساری دنیا تے ٹر گئے انہاں دا حوالہ درج فرما میرے مولا بالخصوص میرے مال والد صاحب اواز واسی چن پی بادشاہ ملائکہ بڑا شہید نہ مولا درج فرما جملہ مومنین مومنات جڑے ساری دنیا تے ٹر گئے انہاں دا مال درج فرما بالخصوص انہاں دا مال درج فرما جنہاں دا اس جہان فانی تے پڑھن والا کوئی نہیں خصوصا میرے مولا اس حدیث کے صاحب پاک دا واسطے ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਾਬੂਦ ਫਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁਬਤਲਾ ਹਨ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਹਦੀਸ ਕੀ ਸਾਲ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਾਮਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤਾ ਫਰਮਾ ਜਿਤਨੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹਨ ਔਲਾਦ ਨਰਮ ਅੰਸਰ ਫਰਾਜ਼ ਫਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾ ਜਿਤਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾ ਫਰਮਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਤਰਖੀਂ ਤਾ ਫਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੈਦ ਜਲਦ ਜਲਦ ਰਿਹਾ ਫਰਮਾ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੰਜ ਗਾਣਾ ਪੜਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਤਾ ਫਰਮਾ ਜ਼ੇਗ ਦਕਾਦ ਬਿਮਾਰ ਫਾਬਲਨ ਫਰਮਾ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਜੋ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੋ ਮੁਸ਼ਰਫ ਫਰਮਾ ਹਰ ਹਾਦਸਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋ ਬਚਾ ਅਕਸ਼ਰਾਸ ਅਗੋ ਬਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਤਾ ਫਰਮਾ ਇਨਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਦੀਨ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਾਰਸ ਜ਼ਹੂਰ ਨੂਰ ਜਲਦ ਜਲਦ ਫਰਮਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ਰਫ ਹੋ ਸਕੀਏ ਰਬਨਾ ਤਕਬਲ ਮਿੰਨਾ ਇਨਨਾ ਕਾਂਤ ਸਮੀ ਮਲੀਕ ਬਹਕ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਮਾ ਸੱਲਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਚ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾ ਮੁਹੰਮਦ